الشاشة بتاعتك عادية مش سمارت، في طريقة ان انت تحول شاشتك العادية الى شاشة سمارت وبسعر باهي يعني رخيص جدا وبمنتهى السهولة. لو عايز تعرف ازاي تابع معايا الفيديو. السلام عليكم احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة بشرح تجربتي مع جهاز يعني جميل جدا وفيه مميزات، اسمه تي في بوكس يوتيبيا 4K. الجهاز ده يعني فيه مساحة 32 جيجا 4 رام. دوت بيحول الشاشة العادية إلى سمارت، يعني كأنك وفرت على نفسك يعني مبلغ حق شاشة سمارت غالية. انا الجهاز ده يا جماعه انا بشرح لكم تجربتي معاه. هو عباره عن صندوق تي في بوكس، صندوق دوت فيه فتحات، دوت لل اتش دي ام اي بتوصله للشاشه العاديه بتاعتك، او ممكن لو عندك تلفزيون كمان من القديم ممكن يوصل. في يو اس بي 4 فتحات يو اس بي، وفي مكان للكارت الميموري عشان يزود المساحه، وديت فتحه لو انت عايز توصل كابل الانترنت، وفي مكان للشاحن. التي في بوكس دوت يعني زي ما قلنا قبل كده، هو في المساحه الداخليه بتاعته 32، في 4 رام 32 جيجا، اهو 4 جيجا الرام بتاعه، 32 جيجا بايت المساحه الداخليه، اكس 96 بلس 4K اندرويد بلاير اوتو في بوكس. تمام، دوت في منه المساحة يعني الذاكرة بتاعته 1 جيجا 8 جيجا داخلية، وفي 2 رام و16 جيجا داخلية. لكن دوت طبعا المساحة بتاعته أكبر، 4 جيجا رام و32 جيجا الذاكرة بتاعته الداخلية. تمام، ده الصندوق التي في بوكس اللي احنا هنوصله بالشاشة عشان يعرض لنا بقى كل الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. طيب شوف ايه تاني مع الصندوق. جاي معاه دوت الشاحن اللي هو الشاحن دوت اللي احنا بنوصله بالكهرباء. تمام، ده بنوصله بالكهرباء الكابل بتاعه، ودوت الريموت، وكابل اتش دي ام اي اللي احنا نوصله بالشاشه كارت الاتش دي ام اي. هي دي الحاجات. وطبعا دوت يعني بيشرح هنا الكتالوج بتاعه. تمام، دوت ايه الكتالوج بيجي معاه، كل دوت بيبقى في العلبة، بيجي مع العلبة. دوت ممكن تشارك في الموبايل بتاعك تظهره على الشاشة، أي حاجة بتشتغل على الموبايل تظهر على الشاشة. دوت بيحول التلفزيون العادي للتلفزيون سمارت، لو تلفزيون عادي اللي هو بالوصلات العادية بيشتغل، وفي واي فاي طبعا، وممكن تشغله نت بالكابل، ممكن تشغله بالواي فاي. تمام، هو ده يا جماعة تي في بوكس.
ودلوقتي هنشوف ازاي هنشغل التيفي بوكس على الشاشة، وايه البرامج اللي جواه. هو عبارة عن هو زي ما تقول كده يعني اندرويد، تليفون اندرويد بس من غير شاشة، نفس اللي موجود في الموبايل هو اللي بيبقى موجود في الجهاز ده. دلوقتي هنروح نعرضه على الشاشة ونشوف البرامج اللي نازلة معاه وازاي هنشغله على الشاشة. دلوقتي احنا وصلنا كل الوصلات على الجهاز اهو، وصلت ال HDMI، وصلنا المشترك اهو بالكهرباء، وصلنا بالشاشة. تمام، دلوقتي هنشغل ونشوف. او الجهاز كده نور شغال، هنولع الفيشة اللي هي الشاشة، شغل الشاشة. هنا بقى بداية ال اهو، هي دي الشاشة بتاعته، الريموت بتاعه. هذه الواجهة يا جماعة، الواجهة الرئيسية للتي في بوكس. بتعمل طبعا بتخش علشان تخش على جوجل بلاي، او مثلا لازم تعمل تسجيل دخول زي الموبايل بالظبط، بتعمل الايميل بتاعك وبتعمل تسجيل دخول، بتفتح الجوجل بلاي. تمام، ديت اللي هي البرامج الداخلية. في هنا آلة حاسبة، والإعدادات، في جهاز كلين طبعا ده اللي زي الموبايل بينظف الملفات، معرض جوجل بلاي. اللي شوف ده يا جماعة جميل جدا. طبعا انت لو بتسجل طبعا الواي فاي بتاعك، بتشغل الواي فاي وبتعمل تسجيل دخول الواي فاي اللي خاص بيك، عشان كده بيجيب لك اللي بيفتح معاك. ديت اللي هي القنوات المشفرة، بيفتحها بيجيب لك بس المباشر للقنوات. دي كده قناة فضائية، القنوات ديت القنوات اللي هي المشفرة، بيجيب لك البث المباشر للقنوات. هنا بتختار القناة اللي تعجبك. نعم، كده بتكبر الشاشة. بص، بتدوس على الزرار دوت بس ترجع تاني. هو دوت يا جماعة الفولدر
اللي هو بيجيب لك القنوات اللي هي المشفرة اللي هو ده، ودي جوجل متصفح جوجل، تختار زي ما انت عايز. في الفيسبوك ممكن تعمل تسجيل دخول الفيسبوك، في هنا ديت الموسيقى، الملفات، الاعدادات. طبعا هنا جايب لك الواي فاي، او عايز تجيب الحاجه اللي على الواي فاي او على اليو اس بي انت بوصله. دي الشاشه الرئيسيه، لو عايز توصله بشاشه كمبيوتر بجيب له وصله اللي هي اسمها الاي في اتش دي ام اي. الوصله دي حاجه انزل لكم الصوره بتاعتها في الفيديو. دي بتجيبها ممكن لو على سوقكم ب 40 جنيه، وممكن يكون بره ارخص يعني. هنا برنامج، هنا الآلة الحاسبة زي ما قلت لكم، صح يعني، جميل جدا زي الموبايل. ودي الإعدادات، الصفحة الرئيسية، المعرض لو في صور، جوجل بلاي، بتعمل تسجيل دخول بالايميل بتاعك وبتفتح وبتنزل بقى، بتحمل برامج، بتحمل العاب، هو بيشغل العاب 3 دي جميله جدا. وطبعا تطبيق نتفليكس ده بيبقى بالاشتراك بسيط جميل برضه، بيجيب لك كل الافلام اهي شالي. طبعا الميزه هنا في التي في بوكس ده ان هو مساحته كبيره، 32 جيجا، 4 روم. انا قلت يعني ده احسن من اهو. طبعا هنا تشترك الافلام كلها اهي، بس بتشترك طبعا دوت بفلوس، اشترك بسعر يعني بسيط يعني. هنا ديت اللي عايز يظبط اللغه، طبعا اول حاجه بتعملها بتظبط اللغه تبع حسب اللغه اللي تعجبك يعني، فيها كل اللغات. هنا دي اللغات اللي موجودة فيه، دي كل اللغات. هنا اول ما بتفتحه بيشرح لك بقى تعمل ايه بالظبط. طبعا زي ما قلت لكم يا جماعه اللي هو التي في بوكس النوع ده جميل جدا وبسعر رخيص، ده يعني امكانياته كويسه جدا بالنسبه للسعر دوت، اللي هو 1 جيجا و 8 جيجا و1 روم ب 550، والاتنين رام وتمانية وستاشر جيجا ب 666، والأربعة رام و 32 جيجا ب 1150. ديت إمكانياته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وأقولكم جربوه تقولي رأيكم ايه في الجهاز دوت. بصراحة أنا يعني شفتش فيه أي عيوب، وقلت يعني أقول أشرح لكم تجربتي مع البرنامج الجهاز دوت. يا رب يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.